السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حمادة من قناة حمادة ديجيتال. النهاردة ركبنا في العربية الضائرة ديت 4700 أدريان، والصباية الأدريان 1300، والكاسة اليونيفرسال شغل كده معايا يا جماعة. السماعات ديت كويسة، ال 700 الأدريان دي سماعات محترمة. هنحكي عن الميرور لينك على كاسة يونيفرسال. يعني يا جماعة الكاسة ده أقل حاجة، في ناس مش عارفة تشغل الميرور لينك، بس هنعمل شوية حاجات. بس يعني ادي الميرور لينك اهي، وهنمسك الموبايل هنفتح الاعدادات ماشي، وهندوس على خيارات مطور النظام الاول، بعد كده حول الهاتف ورقم الاصدار، هنزل تحت هندوس عليه 3 مرات هيفتح خيارات المطور، او اتفتح نرجع تاني ورا وندوس على خيارات المطور ونتفعل تصحيح اخطاء يو اس بي. اهي شايفين اهي دي بس، ونرجع نطلع ورا تانية وننزل البرنامج ده الاوتو لينك ده، اوتو لينك اهو، اوتو لينك تمام. شغل كده ونوصله للموبايل اهو. اه يا جماعة بصوا كده الميرور لينك اشتغلت، جابت الصفحة اللي على الموبايل اهي، كل حاجة اللي على الموبايل هو اللي على الشاشة. هات كده قدام ال تمام، شغل كده اي فيديو عندك اللي في الموبايل على الشاشة وبيشغله. يا جماعة حتى ده أقل كاسيت عشان خاطر إيه الناس اللي مش بتعرف تشغل الميرور لينك. هتنزل البرنامج بتاع أوتو لينك مع خيارات المطور اللي تفتح تحت تصحيح أخطاء يو اس بي أهو، موبايل على الشاشة. وبعد ما سمعنا الصوت في العربية الضايو اللي هو 4 أدريان 700 والصباية الأدريان 1300 والكاسة يونيفرسال، هوريكم مع بعض حاجات كده. في ماركة جديدة اسمها نكا ماشي، دي صباية منها اهي 1600 واط 2 كويل فيها شكمان هوا، صباية محترمة هنتكلم عليها الحلقة الجاية ان شاء الله. والجامل 3000 واط ده كماشي برضو اهو 3000 واط. انا فتحت كل واحد منهم واتفرجت على البردة بتاعته برضو، هنتكلم عليها الحلقة الجاية ان شاء الله. وده برضك نكا ماشي 1600 واط، هنتكلم عليهم الحلقة الجاية التلاتة ان شاء الله. من قناة حمادة دي جي، لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وشير القناة. السلام عليكم.